نانا ثانية أيضا اسمها كان ترند أيضا أمس من بعد عرض حلقتها مع رامز مجنون رسمي. طبعا هي من نعرفها اللي حلقتها من بدايتها لنهايتها كانت مليئة بالقصص الغريبة العجيبة. طبعا هذا غير لحظات الرعب اللي عاشتهم في المقلب، وخاصة يوم كانت في حوض الماء وقالت لرامز أنا حموت نفسي. الحين أكثر موقفين سووا باز في الحلقة وخلوها ترندينج هي لحظة وقوع المصور معاها في حوض الماء، وهذا المقطع انتشر بقوة على السوشيال ميديا. ومو بس كذا، كمان سووا ميمز على الموضوع هذا، غير أنه أحد المتابعين اللي الواضح أنه خبير في معدات التصوير حصر الخسائر ونشر بوست عن ست التصوير اللي وقع في الماء. هلأ الموقف الثاني اللي كان ترند هو وقت سألتها أروى عن وضع الاجتماعي وجاوبت أنها عزبة. بيقوم اليوتيوبر علي غزلان اللي في كتير حكي وتكهنات حول علاقتهم وخطوبتهم بينزل صورة إله وإلها وبيعلق عليها بعزباء ده أنا حتى بضحكك، وهي الجملة الشهيرة من ياسمين صبري لما قالت رأيها بأحمد أبو هشيمة واللي أصلاً صايرة ترند بمصر. منا هلأ صارت معنا ريدي عبر سكايب لنفهم أكثر منا عن حالتها الاجتماعية. مساء الخير منا، رمضان كريم. هاي كيفك؟ هاي الله أكرم. علينا وعليك يا رب. الحمد لله كويس. يعني مبارح يعني شفقنا عليك الصراحة من اللي عملوا رامز فيكي يعني ما معقولة، بس حلقتك كانت ترند بأكثر من شيء. يعني الصراحة يعني شغلوا الناس، لكن أكثر شيء شغل الناس هو جوابك عن سؤال وضعك الاجتماعي. فبدنا نعرف حقيقة شو وضعك، عزبة ولا مرتبطة؟ عزبة. طيب لك شو الكلام اللي حكى علي؟ أنا فعلاً عزبة، يعني مش مرتبطة، مش متزوجة، مش أي حاجة من الحاجات. آه يعني ما في شيء رسمي قصدك؟ لا ما فيش حد، يعني ما فيش حاجة رسمي ولا غير، ما فيش يعني مش حاجة أصلاً. كلام نهائي؟ كلام نهائي. الله يبعث لك نصيبك يا رب. على فكرة أنا وعلي أصدقاء. إيه؟ عم بقول الله يبعث لك نصيبك، عم بتقولي انت وعلي اصدقاء، ايه يعني خبرينا شوي. لا بالظبط، اصدقاء، يعني ما فيش اي حاجه خالص بينا ولا هيبقى فيه، لان احنا اصدقاء جدا يعني، وبنشتغل مع بعض وفي اصحاب ما بيننا مشتركين كتير، بس ما فيش حاجه بينا. اوكي. مش لازم يعني اكون انا مثلا عشان بخرج مع حد وبتصور يبقى لازم اكون انا وهو مرتبطين، مش لازم خالص. على فكره وضحت الفكره خالص. خلاص وضحت الفكره يا منى. طبعا لانه هو بعد يعني علق التعليق هذا وبالتالي الناس بداوا يتساءلون. طيب منى 5+3 يساوي كم؟ 8. طب معقول احرجتي؟ اليوم مركزه الحمد لله. طيب خبرينا شو صار لدرجه انك ما قدرتي حتى تجمعين 5+3، شو صار؟ الخوف اكيد. خوف حصل ايه منا؟ جمدت برنامج بنصور. ايوه شكلها سكايب علق. اوكي يعني واحنا بنصور فانا طبعا متوتره وكنت برنامج. حلو اوكي، يعني نحن قاعد نشوف الحين لقطات يعني اللي صار، لان ارتعبت شكلها عشان تي ما عرفت تعد. اكيد ما حتركز يعني بهالموقف. ولما رجعت عادت الموقف جمد السكايب. جمد السكايب. انا فعلا مش بعرف احسب اي حاجه فعلا. اوكي. طب منى، الناس ايضا تداولوا مقطع من الحلقه في بدايتها لما ايدك ما كانت مثبته في الكرسي مثل ما المفروض يكون، فايش اللي صار؟ حسيتي باي خطر؟ لا، هو اللي حصل انه انا هو انا بس الفكره في ايه، ان اول ما جينا نصور اللي حصل قوي على ايدي لدرجه ان وبعد ما وسعوه لما طلع بقى رمل كان بيتعمش على ايدي، يعني ما كانش ماسك ايدي، يعني انا كان ممكن اطلعها عادي. فلما بقى طلع رامز وخلاص عرفنا ان هو مقلب وكملنا الحلقه على اساس ان هو مقلب، رجعوا بقى تاني ثبتوها لي كويس وكده، لانه طبعا خلاص هطلع فوق وكده فاكيد خافوا عليا. اوكي. بس في الاول ما كانش ممكن عشان انا طلبت منهم ما مسكتش ايدي كانت وجعاني. كويس الحمد لله. طيب منا امبارح شفنا بحلقتك انه رامز ما سالك عن لون شعره ولا جاب لك التعبان مثل ما بيعمل مع باقي الضيوف، يعني هذا الشيء ما صار اثناء التصوير لانك بتخافي من التعابين، او صار وما انحط بالمونتاج؟ بس يعني قولي لي شو صار. اللي
لا هو بصوا يعني هو كمان في ناس كتير ما تعرفش انا اول حلقه اتصورت في رامز. أوكي. انا اللي ابتدوا بيا التصوير اصلا. اوكي. ففي حاجات كتير مع الوقت زودوها في البرنامج مع الضيوف. انا اللي حصل معايا زي ايه؟ زي البيزك، يعني زي الحاجات البيزك اللي كل الناس بتعملها. أوكي. لكن موضوع الشعر والحاجات دي كلها والاغنيه بتاعت رامز جلال نجم اليوتيوب دي حصلتش معايا برضه يعني. يعني كانت الحلقه التجريبيه. بس قولي لي، عجبك لون شعره لرامز ولا لا؟ هي بنسالك يا نحن. لا لا لا، على فكره صح افتكرت، هو سالني قال لي عجبك لون شعري؟ اوكي. قلت له لا. قلت بطلعها، فقلت له خلاص. المهم سلمت يمنا اخر شيء والحلقه طلعت وايد حلوه. نحن من رامز يمنا وجنونه بننتقل معاك لمسلسل ليالينا 80 اللي مشاركه فيه هذه السنه، والمسلسل يحمل نوستالجيا الثمانينات. طبعا انت يمكن ما عندك هالنوستالجيا لانك من مواليد التسعينات وما شاء الله عليك بعدك في اول عمرك، بس خبرينا عن تجربتك في المشاركه في دور في مسلسل احداثه تدور في زمن بعيد عن الزمن اللي انت عشتيه. كيف حضرتي للشخصيه يمنا؟ شكله جمد اجان. سامعتينا يا منى؟ نحن مش سامعين. نحن ما نسمع، الصوت مقطع لان. انتوا كده منى عيدي الجواب لان نحن كان معلق شوي السكايب. سمعت تسمعيني عدل منى؟ سمعتي سؤال. كنت بقول ان انا شاركت. اوكي تفضلي. ايوه سمعت. انا قبل كده شاركت في مسلسل تاني كان برضو في عصر تاني غير اللي احنا فيه، اسمه سرايا عابدين. فدي مش اول مره بالنسبه لي اشارك في حاجه كده، بس ليالينا 80 مختلف شويه. انا حضرت له قصدي يعني بطريقه مختلفه شويه، انه يعني خدت المعلومات او الحاجات اللي لازماني في الشخصيه من مثلا من مامتي، من مثلا من ناس كبيره اوريدي عايشين يعني لكن الخديوي اسماعيل اكيد مش حتى عايش في ايام الخديوي اسماعيل. فبس خدت الحاجات اللي انا عايزاها دي من الناس دي، وطبعا في البروفات بتاعت الترابيزه اللي في اول المسلسل ساعدت جدا. وخلال بقى ما احنا بنصور بنبقى بنعلم نفسنا حاجات، يعني مثلا انا ممكن تلاقي مثلا في كلمه ايام التمانينات ما كانش في ماشي قشطه، واقفين نقول لا خلاص يا جماعه مفيش الكلام ده، مش عارفه ايه مثلا مش موجود في الثمانينات، فاحنا كده. ف واحده هو كان اثناء التصوير اصلا الموضوع ما كان برده صعب قوي يعني. صحيح يعطيك العافيه طبعا، لان دورك ايضا من الادوار اللي جدا حلوه ومعلمه في المسلسل. طب خبرينا كيف كان مشهد العلقه اللي اكلتيها من صابرين؟ المشهد ده ناس كتير ما تعرفش المشهد ده. انا وانا بصور المسلسل كان في يوم عندي تصوير. انتوا سامعيني؟ نعم سامعينك. بالنسبه لي اتقل يوم في دوري، يعني في كل المشاهد الرئيسيه بتاعتي. فاليوم ده يعني لسوء حظي انا اليوم ده تعبت وجات لي الزايده وانا في اللوكيشن، وكان لازم اتقل المستشفى فورا. واليوم ده كان عندي المشهد على العلقه، فانا كان عندي الزايده بتاعتي كانت هتنفجر. ويوميها بالليل بعد ما خلصت تصوير رحت الطوارئ وقعدت حجزت في المستشفى 7 ايام، فضربت العلقه دي وانا عندي الزايده. تخيل. السلام عليك، ان شاء الله ما عدتوا المشهد، ان شاء الله ما اضطريتوا تعيدون المشهد. حرام. لا الحمد لله، اول مره بقى اول مره. الحمد لله. رحموك. صراحه هذه صعبه كانت، بس الحمد لله على سلامتك اكيد. وطيب منى، ايش قاعده تتابعي مسلسلات هالموسم وايش اكثر عمل لفتك؟ انا بتابع البرنس، عجبني قوي قوي السنه دي جدا، يعني ما شاء الله كلهم طالعين تحفه. ومتابعه ايه تاني؟ متابعه دينا الشربيني، لعبه النسيان. يعني مش بفوت حلقه بجد، حلوه قوي 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 قوي. والمسلسل يعني تحفه، انا نفسي افهم فيه ايه، يعني انا نفسي نفسي اعرف الموضوع فين. طب حلو. ومتابعه ايه تاني؟ متابعه علي ربيع عشان هو صاحبي فمتابعاه طبعا. وهي دي الحاجات اللي انا متابعاها لازم اتفرج عليها كل يوم. ومتابعه الاختيار طبعا. حلو. مش حد في مصر مش متابع الاختيار. معناتها قاعده بس الحاجات الثانيه بقى كده يعني تخطيف.
الحاجات التانية. اه بالضبط. طيب شو الجديد منا بعد رمضان وبعد أزمة كورونا؟ يعني إذا بدنا نقول إذا عم بتخططي لشيء تاني. والله يعني أنا خايفة أصلاً أعمل أي قرارات أو أحلم أي أحلام أو أعمل أي طموحات. فأنا مستنية بس الوضع اللي إحنا فيه يخلص وبعدين بقى بأحلم وأحقق وكده. فعشان خايفة يعني كل ده يطلع بقى إيه على ما فيش يعني. بس إن شاء الله ربنا طبعاً يعني يعدينا من المحنة اللي إحنا فيها دي إن شاء الله. أنا متفائلة يعني. أنا بعد رمضان عندي بروجكت كده، برنامج بحضر له، بس لسه في الأول خالص، فمش عايزة أتكلم قوي عنه علشان يعني لو القدر اللي حصل حاجة أو كده. وبس ولسه بقى بنحضر بقى الحاجات مثلا اللي هي الأوف سيزن وكده، بس يعني لحد دلوقتي ما فيش حاجة أقدر يعني أصرح عنها. طيب منا، إذا بتكلم عن دورك يعني حاليا في مسلسل ليالينا 80، أبغى أعرف أنت شو وجهة نظرت من الدور؟ يعني أنت كيف شايفة نفسك على الكاميرا؟ انا الدور ده نفسك. انا الدور ده بالنسبه لي جديد جدا، عشان كده انا مركزه فيه، لان هو اول مره نعمل دور تكون بنت متمرده ومش عاجبها الواقع اللي هي عايشه فيه، ودايما حاسه ان هي اعلى من اللي هي فيه، ودايما حاسه ان هي تستاهل اكتر من اللي هي فيه، قلت الادب وشباب بقى وبتاع وسرعه يعني. يعني انا اول مره اعمل دور كده، فالدور ده بالنسبه لي يعني زي تشالنج كده يعني. فاشتغلت عليه كتير، وانا من وجهه نظري شايفه ان نجوى دي اكيد عندها ماضي او عندها حاجه تانية هي اللي خلتها تبقى وحشه كده، لان هي الوحيده الوحشه في البيت، في بيتها يعني او في الاسره دي. فانا شغاله طبعا على ده، وبحاول احققه بطريقه يعني انا كنت طبعا يعني شغاله عليه، وبحاول احققه بطريقه مش يعني ما تخليش الناس تكرهني يعني. لان هي برضو مش شريره، هي نجمه مش شريره، بس هي متمرده جدا يعني. طيب منا بس هو منا لهلا بيزعجك انه يقولوا الناس انه منا الطفله الصغيره مش عم بيعرفوا انه كبرتي وعم تاخذي ادوار؟ لسه هذا الموضوع هاجس بالنسبه لك وبيزعجك لما بيحكوا فيه؟ شويه يعني شويه، بس هو على فكره الموضوع قل يعني، قل كتير عن زمان يعني. مثلا من 3 سنين او سنتين كان الموضوع اكتر من كده. كان الموضوع انه الناس مش متقبلاني وانا كبيره. فكان الموضوع ده طبعا مضايقني، لكن دلوقتي يعني ليكي كده بقى الموضوع يعني لطيف الى حد ما، بقى تمام الناس يعني، عشان انا كمان بقيت اشتغل على نفسي اكتر وانا كبيره. قد ايه صار عمرك هلا؟ انا تميت من 4 ايام 21 سنه. اي هابي بيرثدي. يعني انت ثانك يو. من 4 ايام يعني عيد ميلادنا مع بعض. انا كان عيد ميلادي كمان بستة الشهر. بجد؟ اه بيرثدي. برج التور زيي، انا برج التور برضو. ايه حلوين برج التور. حلوين دائما حلوين. طبعا لازم يمدحونا. طبعا برج التور ده جميل. يجنن برج التور. منا في الختام شكرا لاطلالتك معنا اليوم، نتمنى لك دائما النجاح والصحه.